ماري بيتاتشي اذا من يعني الاساطير الحيه في الجوجيتسو واستاذ لمدربين كثار متواجدين هنا في الامارات او حتى في العالم. ياتي من مدرسه كارلسون غريسي ويعتبر من الاساطير اللي عاصروا يعني اهم حقبه في تاريخ الجوجيتسو حقبه كارلسون غريسي. ياسر بطل عالم عده مرات ومن افضل اللاعبين الذين يجيدون القتال العلوي. سنشاهد مباراه جميله بينه وبين روبرتو ترافن. تواجد هذه الاسماء في عاصمه الجوجيتسو وهذه السنه عاصمه التحدي له دليل يا محمد ان ابو ظبي رائده وتقود مسيره الرياضه وتاريخ هذه الرياضه يا محمد. Received his black belt after 4 years of practicing jiu-jitsu. World famous Roberto Spider Traven. منافسه هو روبرتو ترافن. يعود إلى أبو ظبي بعد غياب طويل عن دولة الإمارات. كانت مشاركته عام 1999 وفوزه بالوزن المفتوح في بطولة نادي أبو ظبي للقتال أو الأي دي سي سي. يعود من جديد من خلال سوبر فايت آخر هذه المرة في بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. مباراة قوية ويترقبها الجميع يعني من قبل محمد. لاحظت ان في الحزام عندك كذا دان محمد، كم شريط؟ يمكن سبع شرايط. هذا في 4 سنوات حصل على الحزام الاسود، يعني نادر ما تشوف شخص او لاعب يعني من الحزام الابيض، خلينا نقول من الحزام الازرق. 4 سنوات من الابيض ولا من الازرق؟ من الابيض الى الاسود. هذا معناه ان الريال يعني ما في ناس كثار مروا بهالمرحله هذه، يعني يتمتع بموهبه عاليه محمد انه يصل الى نعم. يمكن شاولين احد اللاعبين. يعني مباراه قويه ستكون هي بين اللاعبين يا محمد. يعني انت صراحه اثرتني واثرت المشاهد يتطلع لنتيجة هذا النزال. يعني حتى لما كلمته في استوديو ليالي الجوجيتسو قال انه يتدرب الجوجيتسو من 86 عفوا. يعني تاريخ عريق لروبرتو ترافن. يعني حتى ايضا يعني بعدك عمرك 3 سنوات تقريبا عم اقول لك ترى فتره طويله. على فكره بالبدله الزرقاء اموري، بالبدله البيضاء ترافن. اموري ايضا اول بطل عالم اللي هي الجوجيتسو سنة 96 وأيضا سنة 97 أول لاعب يفوز بالوزن المفتوح في بطولة عالمية للجوجيتسو عام 96 و97 يعني في تاريخ الرياضة. في تاريخ الرياضة بالفعل. نفس ما أنت شرحت يا محمد تيتي لديه فنيات في القتال من وضعية الوقوف. لاحظ الوضعية، أظني أحد المدربين من يعني أمريكي يدير نزال اللاعب ترافن، يعني هو اللي يساعد يدير ويوجه ترافن. يعني ترافن يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية أتلانتا. ومثل ما ذكرت اللاعبين لهم تاريخ مع بطولات أبو ظبي أو الـ ADCC السابق، شاركوا في البطولة. يمكن محاولة إسقاط خرج إلى خارج البساط بالرغم من المساحة الكبيرة للبساط يا محمد، لكن الحكم علينا يدير هذا النزال باكثر خلينا نقول بحذر اكثر ويوقف متى ما وطأت قدماهما على المنطقه الحمراء يا محمد. يعني سبق وان تواجهوا مرات عديده يا سيدي. نعم. واغلب المباريات انتهت لصالح بيتاتشي، فنشوف اذا هذه المره سيستطيع ترافن ان يقلص الفارق. يعني طبعا خلاص يعني المواجهات المباشره لصالح اموري، ولكن أكيد ترافن يريد أن يفوز في هذه المباراة. محاولة جميلة تخطي الجارد يقفز إلى المحاولة ويحصل على الأفضلية. يا أخي والله الشيء جميل، يعني الاتحاد اتحاد الإمارات للجوجيتسو يعني بتأسيس هذه الفئة يعني أعطانا أعطانا إحنا نبغى نشوف هاللاعبين يعني الأساطير في بساط الجوجيتسو من جديد، وهذه فرصة صراحة للأجيال الجديدة هنا في الإمارات، سواء كانوا الإماراتيين أو حتى غيرهم، في مشاهدة الأساطير
لايف يعني على الهواء مباشرة هنا في الايفي كارينا. المدرجات ملأة عن آخرها محمد بال خلينا نقول الجماهير واللاعبين. أفضلية أموري هي حتى الآن تفرق بين اللاعبين. سنبحث بالتأكيد عن هنا. لا سحب الجارد أو سحب الاحتجاز الآن اللاعب ترافن يسحب بتيجي إلى وضعية الاحتجاز. أنا أشوف خلينا نقول مدرب مش مدرب. أنا ما أعتقد هل هو مدرب بتيتي ولا إنه مساعدة. ما أعتقد إنه بتيتي يكون عنده مدرب. لكن الناس يواجهونه يقولون له ترى هو حاط إيده مكان يعني يوجهه على. لكن وضعيات. ساكت يا محمد. لكن على غرار خلينا نقول مساعد ترافن يعني يالس. يعني ياسر أنت تتكلم عن واحد هذا صاحب البدلة السرقاء اللي هو أموري بتيتي. تكلم عن واحد مارس الجوجيتسو عمره 5 سنوات. يعني شو المدرسة اللي ممكن يعني هذا الشخص مدرسة يعني تيبه تتكلم معاه بس يعطيك تاريخ الجوجيتسو والمعلومات والحركات. يعني سعيد جدا بتواجده صراحة. يعني تخرج من تحته أو من أكاديميته العديد العديد من الأبطال تخرجوا من عنده يا محمد. هنا أول إشارة بالإنذار 10 ثواني أو أقل الآن لكلا اللاعبين. في حال انتهى الوقت سيحصل اللاعبين على الانذار. بالفعل انذار للاعبين وانذار. يمكن روبرتو ترافن ايضا تحدث معي قبل ايام عن ان مباراته في الاي دي سي سي السوبر فايت سنه 2000 مع ماريو سبيري كانت ممله. فهو قال انه يبغى يرجع الى ابو ظبي يرد اعتباره ويقدم اداء ممتع للجماهير. ولكن حتى الان المباراة متقاربة في المستوى. لكن متعنا في الدقيقة الأولى يا محمد. الإنذار الثاني الآن يوجه الآن أموري يحاول الآن عليه أن يكسرون يعني يلغون العملية الإنذار. نعم ألغاها في محاولة للوقوف وكسر الجارد. استطاع أن يكسر الجارد لكن كان في محاولة استغلال هذه العملية هاي الثغرة اللي صالح ترافن. لكن تفا يعني خلينا نقول انتبه لها بتيتي. يا اخي والله في فرق بين مباريات الاساطير ومباريات الحزام الاسود. يعني تشوف في شيء في فرق. لا تشوف يعني ما اعرف انا يعني الشعور يختلف عندما تشاهد الاساطير وتشاهد اللاعبين اللي في الحزام الاسود. المدار السياسه تلعب بعضها. حتى لو كانت المباراه هادئه وبطيئه بس يعني الواحد يتابع باهتمام لكل تفاصيل المباراة. أقدر أقول أن ياسين شوف الأصالة اللعبة عراقة اللعبة. ياسين شوف محمد بالفعل حكم يعطي إشارة السلبية الثانية في الثالثة. لا الثانية محمد في حال حصول في حال نعم ستكلف إحدى اللاعبين أفضلية نعم إنذار. لكن أفضلية لكل اللاعبين ما تغير شيء. ما زال التقدم صالح بتاتي بفارق أفضلية. دقيقة دقيقة على نهاية النزال. استعير يا سيد هاي محاولة تخط الجارد خطيرة جدا كانت لكن ما فيها أي شيء. لا 50 ثانية جاز كامل الآن مغلق لترافن. عليه أن يفعل المستحيل في آخر 43 ثانية الآن من أجل قلب هذه الوضعية. لا أعتقد أنه يريد الخسارة بفارق أفضلية. لكن أيضا إنذاران. نعم أموري الآن يجب أن يحذر لأن في حال أشار الحكم إلى الإنذار الثالث ستكلف. أشوفه قاعد يثبت من دون فعالية فالحكم قد يوجه إشارة. المدرب ترافن قاعد يقول الحكم هو قاعد يماطل. نعم. يعني انذار لمن؟ معناته هو مركز على الشاشة. الشاشة ما أعطت انذار لترافن. لازم تكون انذارين للاعبين. لكن بتيتي هو الأقرب الآن للفوز بلقب 5 ثواني الوزن المتوسط. نعم بالفعل. يعني هو يمكن مماطلة في الثواني الأخيرة. الحكم أعطاه مجال يعني زيادة عن اللزوم ولكن بفارق
الأفضلية. أموري هو بطل الأساطير في الوزن المتوسط وسيعود إن شاء الله الموسم القادم في النسخة العاشرة للدفاع عن هذا اللقب. المباراة الأولى أحلى يا صاحبي. نعم عمار محمد عفوا محمد المباراة الأولى كانت أجمل من هذا النزال، لكن أسمع صراحة الجماهير متواجدة تبارك هذا الفوز. صراحة لقطات جميلة واحترام كبير لهذا اللاعب من قبل جماهير أموري بتيتي اللي يعني حياته كانت كلها جوجيتسو من سن الخامسة إلى في على بساط. من الجميل أن يشعر بهذا الفوز، يعني الشعور الذي لا يموت أبدا في النفس وفي داخل كل لاعب. الروح الرياضية اللي أتمنى من الجميع الحاضر في القاعة ومن خلال شاشة قناة أبوظبي أن يعني يتعلموا من